السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة وزارية. هاي أسئلة وزارية للسنوات السابقة، وكذلك أسئلة الامتحان التمهيدي الخارجي سنة 2022. عندنا الأسئلة الأولى، شوفوا السؤال الأول، مادة اللغة الإنجليزية. Read the following passage carefully and answer with yes or no for sentences. يعني اقرأ القطعة التالية واجب بكلمة yes أو no. I am a doctor. I am a heart doctor, a surgeon. I work a hospital. I wear uniform. يعني أنا طبيب قلب أو جراح. أنا أعمل في المستشفى. أنا أرتدي الزي الرسمي. I look after my patient and I try to make them better. أنا أعتني بالمرضى and أنا أحاول أن يكونوا أكثر صحة. I get up very early because I usually do operation in mornings. أنا أستيقظ مبكرا لأن عندي عمليات في الصباح. Today is Saturday. اليوم هو سبت and it is my weekend. وهي عطلتي الأسبوعية. I am not working in the hospital. أنا لا أعمل في المستشفى. I am spending time with my family. أنا أقضي وقتي مع عائلتي. We are shopping in the mall. نحن نتسوق في المول. My daughter is buying a thick sweater. I am buying a comfortable shoes for work. ابنتي اشترت بلوز سميك وأنا اشتريت حذاء للمريح للعمل. نجي نجاوب. A surgeon is a doctor who does operation. السيرجن هو الجراح. هو شنو؟ هو دكتور يعمل العمليات. الجواب راح يكون yes. الجواب راح يكون yes. الجواب راح يكون yes. أكبر الكتابة بعد أكبر. الجواب راح يكون yes. زين، نجي الجملة الثانية. يقول she wears a uniform work. الجواب أيضا yes، نعم هي تلبس الزي الرسمي. الجواب الثالث، she always does operation in morning. هي تعمل عمليات في الصباح. لا، هي مو دائما always، هي usually عادة. فالجواب هنا راح يكون no. الجواب راح يكون no. الجواب الثالث يقول they go to shopping mall every day. هي تذهب إلى التسوق كل يوم. الجواب لا، هي فقط في العطل. نجي هنا يقول her daughter is buying a thick sweater. ابنتها اشترت بلوز سميك. الجواب yes، اشترت بلوز سميك. هنا الإجابة today she is shopping with a friend. هي تتسوق اليوم، تتسوق مع أصدقائها. الجواب كلا، تتسوق مع العائلة family. زين، هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال فرع B. يقول choose the correct answer between brackets. يعني أجب أختار الإجابة الصحيحة من الموجودة عندك حول الأقواس. عندي باسم family they could add a lot of laptops. باس عائلة باسم شاهدت الكثير من اللابتوبات. الجواب true. الجواب true. الجواب true. نجي على السؤال الوراء. يقول what time does the breakfast service start. متى يبدأ تقديم البريكفاست. يبدأ بالتقديم بالستة ونص. نجي هنا how did Mr. Crom cook his new invention. شنو Mr. Crom شلون اخترع الاختراع الجديد. بس كان يطبخه بالزيت. We can't use old paper to make a new paper. لا نستطيع أن نستخدم الورق القديم لإنتاج ورق جديد. الجواب false، خطأ. نستخدمه بإعادة التدوير. يقول what
الجملة الخامسة. What is another word for cook in restaurant؟ شنو الاسم الثاني لكلمة الطباخ اللي هي شيف؟ Which is service does أحمد بريفر؟ أحمد كان شو يفضل يقدم؟ كان يقدم يفضل يقدم البريكفاست على مود يقدر يرجع لأهله من وقت. هنا نجي choose the correct word between brackets، يعني اختر الإجابة الصحيحة بين الأقواس. keys is no r، احنا من شفنا هنا جمع فمباشرة احنا شنو نختار؟ نختار r، نختار r. ايش راح نختار؟ نختار r، نختار r. عفوا جاي يصير اكو خطأ، خطأ control z، نختار R. الاختيار راح يكون R. I cut myself لو himself. شوفوا هاي الضمائر الانعكاسية، من اكو I فاختار myself، من اكو I اختار myself. مريم speak English، she speak French too. من شفتوا كلمة too يعني هنا ايضا تستخدمون and. مريم تتكلم اللغة الانجليزية وتتكلم اللغة الفرنسية. I was born in لو اون، من اكو سنة يختار ان، انا ولدت في سنة 2007. my father is an engineer، هنا يحكي عن my father فهي لو شي، فاذا my father هو مذكر فنستخدم له هي. we leave لو leaves home at 7:13، نحن نغادر، بما انه we وهذا مضارع البسيط، المضارع البسيط ايش وقت ياخذ اس اذا كان الفاعل شي او هي او ات؟ هنا الفاعل هو وي نحن، فنستخدم ليف، الاستخدام راح يكون ليف. زين هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الوراء، احنا عندنا هنا يقول اختر وات match the question and list A with another answer in the list B، يعني زاوج بين الفقرة list القائمة A مع القائمة B. شوفوا what is your father jobs، ما هو عمل والدك؟ شوفوا أنا أباوع على الكلمات اللي عندي. what's your father لازم الإجابة تكون بهي. كم وحدة عندي هي؟ هي ثلاثة عندي، وحدة تسأل عن العمر، ووحدة he is a waiter، ووحدة شنو he is work، he works. شوفوا فهنا my father لازم استخدم he is waiter، فاختار النقطة C، اختار النقطة C. اجي على النقطة الثانية، what are the jeans made of، يعني الجينز من المصنوع؟ احنا عادة كلمة جينز نختار لها دينم، حتى اذا ما عرفت انه تختار فتباوع على الكلمات الثانية راح تلقى F اللي هي دينم، F اللي هي دينم فتختار F. نجي على الجملة الوراها، how old is your brother، يسألني عن عمر أخويا، فإحنا شقلنا قلنا لازم نستخدم he is، فهي is 12 years old، نختار أي 12 عمره. where does a farmer work، الفلاح وين يعمل؟ يعمل في الحقل فنختار B، he worked on a farm. how many sisters do you have، يسألني إلي كم عدد الأخوة التي تمتلك الأخوات، فأنا راح أجاوب أني أقول I have two sisters، فالجواب راح يكون E. What do you want to be، ماذا تريد أن تكون؟ شوفوا شنو اللي بقى عندنا، بقى عندنا I want to be engineer، أنا أريد أن أكون أصبح طبيبا، العفو مهندس، فأستخدم D. زين هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على حل هذا السؤال، هذا اللي يعتمد على المعنى. أول وحدة شوفوا my name is Han and I am، شنو هو كان هان؟ عندنا بالكتاب هو Chinese، هو صيني Chinese، فالاختيار راح يكون Chinese يعني من الصين. زين اجي على السؤال وراء، وود كام فروم، الخشب منين يتينا؟ يتينا من التري، من الشجر. زين تريز الاشجار. ذا ديسك از تو، شبيها الرحله جدا شنو؟ بيج، ما عندي غير لازم اجيب صفه فاختار بيج. ماي مادر از ا، شنو ماي مادر از ا هاوس وايف، هي ربة
بيت هاوس وايف. هنا هي از هز بش بقى عندنا هز اتمبرتشر بسبب ارتفاع درجة الحرارة يجب أن تذهب إلى الفراش. بسبب ارتفاع درجة الحرارة temperature هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال وراء يقول match the family word for man and women يعني زوج مفردات العائلة. عند المذر المذر وين يروح للفذر للسي؟ فأخنا اختيارنا راح يكون سي. المذر راح يكون للسي. زين عندي أنت العمة وين تروح؟ تروح للأنكل دي. زين جراند فادر يروح لجراند ماذا؟ الجد يروح إلى الجدة فيروح للأي. برادر الأخ وين يروح؟ للسيستر اللي هي سي اللي هي إي. وكازن يروح للكازن ابن العم أيضا لابن العم أو ابن الخال فنختار بي. هنا يقول write the sentence in using capital letter and punctuations mark يعني استخدم الحروف الكبيرة واستخدم أدوات التنقيط. احنا أول شيء احنا تدرون احنا من نكتب بالتنقيط انه أول شيء نكتب capital letter فنقول how ونكمل how much is this address. شوفوا أعزاء الطلبة هنا السؤال بأداة سؤال فلازم شخلي أخلي question mark علامة استفهام. زين أجي على الجملة اللي وراها يقول fill in the blanks with the missing letter or word يعني كمل الجملة بالحرف المفقود أو بالكلمة. شوفوا أول وحدة هي شنو؟ هي عبارة عن long short hard معاكسات فعكسها صلب عكسها soft يعني لين. am I am اختصرها am he is نختصرها بهذا الشكل he وراح يصير he is هذا الاختصار. نجي على الثاني book box draws بس اضيف لها es drawers بس اضيف لها اس. اجي هنا called الاضافه الاي اس تي small بس اضيف لها اي اس تي يصير small. زين اجي على mother mom father شو يصير dad father هو dad و farm farmer teach teacher بس اضيف لها er يعني يتعلم يصير معلم teacher.